مرحبا بكم مرة أخرى، تحية لصديقنا توفيق الحسناوي على الأيام هذه اللي اعتدنا عليها من سنة لأخرى لخدمة تونس ووجهة تونس السياحة في تونس. هي أيام سياحية وثقافية أكيد. إذا نواصل مع ضيوفي كالعادة، رجل عيادي تنتظروها كل نهار سبت في فقرة الصناعات التقليدية، كل مرة تختار لنا بالحق شاب والا قيدوم في المجال هذايا اللي كل واحد عنده البصمه نتاعو من ناحيته الخاصه. اليوم باش نمشيو مره اخرى لنابل والفخار نابل، واليوم حاضر معنا الحرفي نصر بوزويته. لكن قبل كل شيء خير نرحب بك رجاء، مرحبا بك، نورتنا بوجودك. نصر مرحبا بك، نورتنا بوجودك. كنت قدمه لنا رجاء. بون نصر بعد شاب كما نشوفوا مازال شباب. المشروع نتاعو ما عندوش برشا، في دو زاني جو كوا نتاعو هو خذا المشروع على والده، خذا الغرام على والده، ولكن طور المشروع هذايا. نعرفوا نابل معروفة بالفخار، وإحنا استدعينا واستقبلنا في المساحة نتاعنا عديد المبتكرين، أما كل واحد القلم نتاعو. بعد شوية باش نعطيوه الكلمة باش هو يحكي لنا على الخصوصية نتاع العمل نتاعو، وكيف جاء للميدان هذايا بكل حب بكل غرام. مرحبا بي، ولكن نحب نقول كلمة على الروبورتاج كنا نشوفوا فيه، فريمون فخورين جدا أنه بارك الله فيه سي توفيق حسناوي، انه كل مره يعمل التظاهره نتاعو هذه، وديما الصناعه التقليديه حاضره في احلى لبسه حله. اي مونتخ توت لي زاني توت لي زيديسيون، يعطي النور لمنتوجات ولمبتكرين وحرفيين في الخارج، ومن خلالها نروجوا صوره تونس للصناعه التقليديه والسياحه ايضا. ناصر كالعاده كيما برشا نواب لي ياخذوا الغرب تقريبا الكل من العائله، الوراثه من العائله. الوالد كان في ولا موجود في الدومين؟ موجود. اي الدومين هو على باز امبورتاتور تاع ماتي بريمير، معناها يبيع في ماتي بريمير تاع سيراميك. اوكي. اي بدا هو باتيلي، بدا معناها يخدم في السيراميك، بعدين دخلت معاه وزدت كملت معاه. بديت من الصغرى معناها. اي تو 7 ans معاه. 7 سنين. مي انا نقرا كل صيف يغرمني يهزني معاه. ما احناها قبل كانوا العائلات في السيف سوى الطفله ولا الطفل اللي يمشي، ومعناها كل واحد كيف، فما التريزه فما الفخار فما برشا حاجات، ويظهر لي مازلت موجوده معناها مازلت ماشيه الحكايه. الفا انت تعرف مره عملنا ريبورتاج على وحده طرازه في راس الجبل، زاد كيف في المنطقه نتاع الوطن القبلي، يقول لك في الصيف تشد قرقاف وي تبدا، ولا في الزربيه زاد كيف على النون، يبداوا من اللي صغار باش ياخذوا الغرام وياخذوا الخصوصيه والسر المهنه، وبعد هذيك الغرام الكل كي يكبروا لابد كلكو باغ لو غوتخو في مشروع كيما رينا. وي ريتو احنا نقولوا واحنا صغار شنو هالحسره هذه اللي باش تحسروا فيها هكا، ولا بعد كي نكبروا نلقاوها نقولوا الحمد لله لقينا حاجه بين يدينا، سيختو كي تبدا على مود ونجموا نبدلوا فيها. خلينا نزيدوا نتعرفوا عليه اكثر. جاي خليك ليك انت كده. أنا ناصر بوزويتا من نابل، سيراميست وكرياتور. دونك الفخار نلقاوه ما شاء الله في نابل بارتو، وكل مره نلقاو يتبدل الديزاين وكل شيء. انت نلقاو في حاجات جديده، مثلا كان نشوفوا القطعه اللي قدامك هذيك، احنا مساسين بالصحن والتبسي والصحافي نتاع نابل يبدلوا الالوان، لكن تقريبا نفس الشكل لي ميم موتيف. يعطيك الصحه. اليوم لقينا حاجه جديده، كيفاش جات الفكره هذه؟ كيما القطعه هذه الفكره باش جاتي انك اول حاجه باش نجم تنجح انك تختلف شويه على العباد. اي دونك نجم نشوفوها مع بعضها. طابع مميز نتاعك. طابع مميز نتاعك. اعطيني خليني فوالا خليني نوريوها شويه. اي 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 هذه مثلا صحن، هذه انا هذيك صحن بلا. اي هذه بلا، هذه الزينه هذه باليد، هذه ولا لا؟ صحيح باليد مي ماهيش بانسو، مش معناها ست بانسو. مش بانسو من شنو؟ انا الاختلاف هذاك كيما نقولوا كل اللي ما يتسيبوا هكا وتحط عليه حاجه يعملوا اثي مع بعضهم يخرجوا فوالا. سي ارتستيك ان بو. اي 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 اكزاكتومون فوالا. بدلت الموديل، لقاو الصحنه هذوما لي تاس شوفوا الالوان وسي الالوان فوالا الكولور. اي رجع للاصلي هذا يظهر لي كان الاصلي البلو والبلو هو الاصلي، ولكن افيك دي موتيف جدد.
فوالا نتاع الزيت زاد كيف كيف هذيك الخابيه احنا نقول الخابيه هكا نتاع الزيت دونك كيف كيف القهوة في موديل جديد حاجات مزيانه. انا قعدت نفسر اكثر من اللي كان ناصر تكلم احكي لنا شويه احكي لنا شويه. هو يقول لك احكي لنا على غرام فوالا احكي لنا على سكي دو بيان سي هو بدا مع الوالد نتاعو اي في الماتيغ بروميير دونك خذا لي سكري نتاع المهنه اي وبعد دخل معاه في الممارسه تعلم الصنعه سي سا انا تيو اكيد كما تعرف مدام رجاء بديت مع الوالد قعدت معاه 5 سنين نورمالمون بعد بعامين انا 7 سنين نخدم بعد بعامين بديت كما نقولوا نعمل في حاجات وحدي كما هكا بديت نبعد شويه على اللي يخدم فيه الوالد اي خاطر كما اي فخار في نابل كان هو تاع الوالد اي دونك بعدنا شويه بديت نعمل في حاجات تاع ديكوراسيون حاجات تاع ار دو تابل فاسون اخرى كما شفتوا بتاع الزيت هذوكم حاجات زينه. تعمل دي ريشيرش هكا وحدك تلوج نعمل دي ريشيرش نسبيري من اي حاجه نجم نروح حتى بلاستيك نقول علاش ما نعملهاش ولا حتى في مجازين ولا فاز مجله اي حاجه. نشوف مثلا هذيا شو هذي محليه لو تسمح مراد فاز هذيا هكا ولا هذاك فاز الخدمه نتاعو صعيبه مش صعيبه هذاك فاز هو موديل سيسيليان اي هي شنو هذيك تاع الكعبه نتاع شو البندقه كانت صحيح هاي 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 يبيعوها دونك ياخذوها حتى الاثنين ياخذوها برشا تبيع برشا في سيرة حتى برشا من نابل يعملوا فيها الاكسبور معناها انا بدل نها عملنا كي الفاز وخلينا نفس الستيل نتاعها من برا محليها ياسر خذيت اللون الاخضر نتاع نابل شوفوا هذيك زاد اللي نزينوا بها زاد قدام في وسط الدار في وسط كيف كيف كل واحد ستامبو تنجم تزرع فيه اللي تحب محليها حتى الاكستيريور الانتيريور شمس مطر اي حاجه يقعد هو بيده ما الخدمه زينه مش باليد هذيك باليد توتي ارتيزانات تو سكيل في توتي ارتيزانات هما مراحل شنو عندنا تور وبعد هذيك التور تاخذ فلم تاعك تعمل تور تخرج البو تخليه شويه يشيح بعد تحطه في الفور باش يخرج اون بيسكوي بعد زينه بعد ترجعه في الفور تو تخدم معاك يد عامله فما يد عامله معاك فما شباب معاك في الورشه نتاعي فما نتصور دوز كبار صغار عادي فيهم كبار وفيهم صغار فما شباب مازالوا مقبلين معناها على بيان سور بالطبيعه فما عندي ثلاثه بنات صغار معنا سي بيان ويحبوا مغرومين مغرومين نجم تقول مغرومين معناتها الحرفه هذه مازالت توكل الخبز نجم نقولوا احنا كان انت صاحب مشروع ولا العمل اللي يخدم بالطبيعه توكل الخبز توكل الخبز بقدام على كيفاش الصناعه التقليديه هذاك هو في بالي فخار بدينا لقيته حتى في الصين رجاء ابسوليومون ولي ونسبوا لي هما معناها كاين وهو نتاعنا احنا معناها 100% الفخار نتاعنا معناها تاع تونس نتاع نابل نتاع معناها هما سرقوا الشاشيه كل شيء سرقوا افكتيفمون كل شيء سرقوا والله هما هذيك هو يجي ياخذ لك ياخذ موديل ويمشي يعملوها لوغ فاسون مي ما عندكش نفس الجوده خاطر هما يعملوه ما نظنش كان يعملوه من الماء تقليد ما شاء الله ولا هذيك مول تو احنا ما زلنا حفظنا على التراث نتاعنا حفظنا على الصنعه الصنايع نتاعنا وناني اليوم فريمون فرحانين انه شباب مازالوا يقبلوا على الحرف هذيا ثم نقطه تو في الفاكسين نحكيو فيها يقول لك انا حاولت باش درست السوق وحاولت باش نعمل المنتوج نتاعي باش يسهل ترويجه لكل فئات المجتمع معناتها الاسعار فوالا شو نقول لك حتى الاسعار مدروسه باهيه ولا غاليه ولا كيفاش هو في الصناعه التقليديه فيها ديما برشا سوين ديما تقول قام وكيفاش تلقاها مي هي لا باز سافا تنجم كيما نقولوا تعملها في سوم موين يناسب الكل نتصور مع هذاك ياخذوا فكره على الاسعار تنجم بيان سور هذه مثلا يعيشك فما حدا 45 كاين على هذه باهي سومها باهي 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 وسيرفيس كيبدا هكا باغ اكزومبل اللي كنا نشوفوا فيه تويكا هذاك كيما هذاك تو كيما نشوفوا اي كيف نشوفوا غاديك مثلا هذاك قداش يتكلم هذاك اون غرو نبيع فيه 120 دينار 120 دينار باهي اون غرو سي ريزونابل برشا قداش يعني كيما في الفوار جاتني مدام راجي راتني ب 160 باهي يعطيك الصحة. دينار تاع ترونسبور حاجة كيكا كا هذاك. والقطعة تفرق أنت والموديل أنت وش تد يد وأنت وش قد ما تشد أكثر يد قد ما تكون. لي زيتاب أطول ولا أكثر. خاطر باش تضيع وقتك أكثر خدام شي كما نقولوا يكون ينتج لك 100 قطعة شو ينتج لك كذا 5 قطع في النهار فيها برشا حاجة نتاع يد. وبالنسبة للماتيا بريمير تفرق إذا كان ياسكو أرجيل بلون ولا أرجيل روج اللي هو الروج تاع تونس والبلون لامبورتي نتاع برا أغلى يتكلف أكثر. دونك كيما السيرفيس هذاك اون ارجي بلونش تير بلونش السيرفيس هذا اللي نشوفوا فيه وشنو اللي يتميز يعطيك ارجيل بلونش ولا ارجيل ديما الفينيسيون الفينيسيون في الارجي بلونش اسهل برشا
احنا تلقانا في نابل رودو توني زون اندستريال نتاع نابل سينو تنجم تلقانا باج فيسبوك انستغرام ان شاء الله دون زان موا سيدي بوسيط باش نعملوا بوتيك ان شاء الله. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه رجاء شكرا ليك عزيزتي ناصر نورتنا. يعطيك الصحه بغفو تحيه ليك تحيه لوالدك زاد كيف كيف. يعطيك الصحه وللناس الكل تخدم معك شكرا ليكم. اذا نمشيو باب سعدون نمشيو لوبيتال دونفون مباشره مع نورس. نورس الكلمه ليك تفضل. ألف صباح الخير ليك ولكل متتبعي القناة الوطنية الأولى. كما قلت احنا في نقطة خارجية مباشرة من باب سعدون من مستشفى الأطفال بشيرة حمزة في انطلاق الأيام التحسيسية الأولى بفضاء صحي بدون تدخين وفي إطار حرص المستشفى على حق ضمان الطفل في فضاء صحي بدون تدخين وكذلك في حرصهم على تلقي العلاج داخل بيئة سليمة خالية من التدخين والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المزداد بالإدارات العامة للمؤسسة وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة وبتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ومختلف مكونات المجتمع المدني انطلقت منذ ساعات صباح الأولى مبادرة للأيام التحسيسية الأولى لفضاء صحي بدون تدخين. اليوم كانت فيها عديدة الورشات وكذلك المسابقات وشفنا كذلك مداخلات علمية. حاضرة بحضنا السيدة المديرة العامة سعاد المسعودي باش تحكي لنا بأكثر تفاصيل على استراتيجية للمشروع هذا اللي بدات اليوم الانطلاقة نتاعو فعلية وباش تتواصل على على المدى القريب هكا ولا ليه؟ مرحبا بكم، شكرا على تغطيه الحدث هذا اللي احنا نهدفوا منه الى تحسيس المواطن وتحسيس الاعوان بانهم داخل مستشفى. المستشفى هذا نهدف ونرمي انه يكون فضاء صحي بدون تدخين، معناتها يلزم ما ثماش صفر تدخين في المؤسسه. الحمد لله احنا الاقسام الاستشفائيه بطبيعه والفضاءات اين يتواجد الطفل المريض هي خاليه من التدخين ويمنع من عمليه التدخين فيها، لكن احنا نهدف انه الفضاء الخارجي للمؤسسه المكاتب المغلقة تكون هي بيدها خالية من التدخين. هذا الكل يندرج في إطار بيئة سليمة. أنا بالنسبة لي كما ورد في الدستور التونسي لا تنمية بدون بيئة سليمة، وبالتالي بالنسبة لي المستشفى هو مكان مقدس لا يمكن دوسه بتعاطي التدخين داخله. المبادرة هذه الحقيقة هي كانت مبادرة من طرف مستشفى الأطفال واحتضنتها وزارة الإشراف وكذلك احتضنوها المجتمع المدني ومنظمة الصحة العالمية، وإن شاء الله نوصلوا في خلال سنة أن وضعنا استراتيجية على امتداد سنة باش نوصلوا نحقوا الهدف هذايا. هي سنة تنجم تقول زمن طويل بالنسبة للمؤسسة، لكن إن شاء الله احنا نوصلوا قبل، لكن احنا خلينا سنه بخاطر باش نقوموا بعيادات تحسيسيه للاعوان المدخنين وكذلك المواطنين. علاش هذا الكل؟ على خاطر شفنا في المداخلات العلميه الصباح انه تاثير التدخين السلبي على صحه الطفل اللي برشا مواطنين يجهلوه وعندها تاثيرات كبيره برشا قدمناها على النمو نتاعو على صحته على القصبات الهوائيه نتاعو على عينيه على على شعره على كل شيء. دونك المواطن لو كان يسمع ولو كان يكون واعي بالمخاطر هذه ناكد لك حتى مواطن ما عادش يتكيف في داره مش في المستشفى. ان شاء الله معناتها المبادره هذه تكون هي مبادره محفزه لجميع الهياكل الصحيه بطبيعه وللمواطن ان شاء الله هو يكون واعي بالمخاطر هذه وقت يدخل سبيتار من الباب يطيش السيجارو نتاعو ويقول انا في فضاء صحي ما يلزمش يكون فيه تدخين وما يلزمش تكون الهواء نتاعو ماهوش سليم وماهوش نقي. هذا الكل في اطار جوده الخدمات اللي نقدموها للاطفال اللي هما امانه بالطبيعه عنا واحنا حريصين كل الحرص الى جانب تقديم الخدمات الصحيه الجيده انهم يكونوا في مكان جيد وملائم. يعطيك صحة. كذلك باش يدخل معايا الأستاذ محمد نبيل نصيب رئيس اللجنة الطبية لتقديم برنامج إرساء فضاء صحي بدون تدخين. دكتور حسلامة مرحبا بكم ومرحبا بالإذاعة الوطنية بتاعنا التلفزة الوطنية بتاعنا في مستشفى الأطفال اللي كانت مبادرة من اللجنة الطبية الفكرة متاع مستشفى بدون تدخين وخاصة الطفل اللي ما اختارش باش يكون مدخن عكس الكهل اللي اختار باش يكون مدخن وقاعد يتحمل في مشاكل هو ما اختارهمش لروحه. والعمل ما ان هنا في مستشفى الاطفال عندنا الاطفال باش ناكدوا العكس نتاع خدمتنا على الطفل والطفل
ما انه يجي بيت بحذانا ويقعد بحذانا باش يداوم باش يرجع لاسرته، واحنا نعملوا باش يكون الطفل هذا هو احسن وسيله للدعايه لكفه التدخين في عائلته بعد ما يخرج من المستشفى. وذاك علاش كان الاستجابه كبيره من وزاره الاشراف، من منظمات المجتمع المدني اللي يعتنيوا بهالدخان، وعلى حسب علمي يمكن من حاجات القلائل انه العمليه هذه باش تكون مخصصه خاصه للطفل، خاطر ايمانا منا بتاثير الطفل على العائله نتاعو وعلى الوسط اللي موجودين فيه. الطفل اللي كان اللي موجود عندنا هو الكهل نتاع غدوه اذا كان نفهموه ونحضروه، خاطر هذا كلام تاع انسان كان يدخل هو كي انا، انه ساهل برشا باش ما تعلموش اما صعيب برشا باش تنحيه. دونك ولهذا نجم باش نحاولوا نخدموا اكثر على تاثير الصغيرات على مده هالسنه هذه كما قلت لكم الاخ المديره، باش نفهموا للصغير المضار الكبار نتاع التدخين ونقنعوه ساعه باش يكون هو مش مدخن، وثاني حاجه باش يحاول يقنع العائله نتاعو والابو ولا الام نتاعو لعدم التدخين. وكان الصباح والرد كما كان تحكي الاساتذه نتاعنا هنا في مستشفى الاطفال، معناها المضار الكبيرة وخصصنا بالذكر للجنين وللصغير، ما حكيناش على الكبير خاطر مش مهمات مستشفى الأطفال، وأكدنا للناس اللي كانوا موجودين وكان حق تجاوب كبير من الناس الكل. والاستراتيجية هي بشكون العام وفيها التأثير الكبار الكهول على وقف التدخين بمساعدتهم بعيادات بكل شيء، والصغار باش نخدموا عليهم لمده عام كامل. وان شاء الله نوصلوا للهدف اللي حطيناه، هدف صعيب انه مستشفى بلا تدخين، مش هدف سهل، هدف صعيب، وان شاء الله نوصلوا بتضافر الجهود الكل، ونعملوا عليكم برشا انتم وسائل الاعلام باش تركزوا على المضار الخصوصية للأطفال من التدخين اللي بعض الناس كما قلت يمكن والدين يجهلوهم، يخيب هو يضر في روحه برك مش يضر في ولده. شكرا يعطيك صحة بعجلة. خلي دخل معنا الأستاذ سمير الورغمي نحكيه على دورك خاصة في الرقابة للفضاءات الصحية هذه. شكرا، مرحبا بالتلفزة الوطنية. احنا الحقيقة كوزارة الصحة نشجع مثل هذه المبادرات اللي هي الحقيقة كان يوم تحسيسي ناجح بحضور معناها منظمة الصحة العالمية وكل مكونات المجتمع المدني من تحالف لمكافحة التدخين وجمعيات حقوق الطفل وكذلك الهلال الأحمر التونسي، وتقدم معناها تم تقديم عديد المداخلات العلمية. واحنا العمل نتاعنا كإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط كان عمل موازي من خلال تنظيم حملات معناها مراقبة صحية في أرجاء المعهد في أرجاء المستشفى، وكنا معناها قمنا بعمليه تحسيسيه للمواطنين. الحقيقه ما لقيناش برشا مواطنين يتكيفوا اليوم لانه كما تعرف اليوم يوم سبت، ولكن فما بعض الحالات لقيناها قمنا بالتحسيس. المرحله الاولى هي تحسيسيه، ثم بعد نقوموا بعمليه الردع وتحرير المخالفات ضد الناس اللي تتكيف في ارجاء المستشفى، وهو هدف سامي حقيقة يحمي صغيراتنا ويحمي جميع المرضى والزوار والوافدين على المؤسسه الصحيه هذه. شكرا يعطيك صحة، مبادرة جميلة من نجم كان نحيوها، وخاصة هدف سامي كما كان يحكي سي سمير، وخاصة من حق الطفل أنه يعيش في فضاء خالي من التدخين وفضاء صحي 100%. هذا ما نتمناه لأطفالنا في تونس وإلا في الخارج وإلا كل أطفال العالم أنهم يعيشوا في فضاء صحي وسليم 100%. هكا كانت النقطة المباشرة من مستشفى باب سعدون. تحية لزملائي التقنيين اللي كانوا موجودين معايا اليوم، رياضة هوام وطارق العكيري ونورجين ستوتي، وفي السياق عم وصفة كما العادة نخلي لك ألفة الكلمة في الفاتو. شكرا، شكرا لك نورس، شكرا لك، تحية كبيرة لك زميلتي نورس. إذا نواصل مع ضيوفي، واليوم حاضر معنا أستاذ ما شاء الله اسم كبير وتجربة كبيرة برشا برشا، تجربة أكثر من 30 سنة مم أكثر 50 سنة ما شاء الله 50. خليني نرحب بأستاذنا سي لمين قلال، أهلا وسهلا، مرحبا بك، عايشكم نورتنا بوجودك اليوم. شكرا لله، يعيشك، سعيدة جدا أنك حاضر معايا أو أنا حاضرة معاك وتعرفت عليك وعلى شخصيتك سي لمين. هذا نطفة خلقك، يعيشك سي لمين. أنت متوج أخيرا في جائزة كومار الدورة 26 في كتابك لاباتونت، لكن أنت قبل كل شيء خلينا نتعرفوا عليك اكثر، نتعرفوا على سي لمين اللي يحمل بوكو دو كاسكيت، يعني نلقاوه رئيس البعثه التونسيه في المكسيك، كيف كيف نلقاوه في العلم النفس، كيف كيف بعد نلقاوك في الكتابات والاصدارات. نبداو قبل، قلت لي قبل كل شيء حاب نبدا بلي غوميرسيمون الفا، عندي شكون نشكر، بعد نتعرفوا شكون هو لمين. احسنت، شكرا. انا نحب برشا لي بروتوكول، اما الناس اللي عاونوني
باش ناخذ في البقعه هذه هنا وباش يلزمني نستكثر خيرهم. نبداو بسي فؤاد المبزع رئيسنا القديم، عارف في 30 سنه في شباب الرياضه، ووقت عملت ما في ابخي ما مخ مش النسخه الاولى بتاع ما في توا مون اوفر، مش عمل لي البريفاس بتاعي وشكرني في البريفاس. اي صحيح. وحلت لي البيبان خاطر يقولوا رئيس الجمهوريه السابق يشكر فيه البريفاس بتاعه، هذيك حلت البيبان. عمري ما ننسى فضل سي فؤاد على خاطر بدات ماهيش معروف في السبور، معروف برشا. اي بعد صعد السفير بتاع الجزائر سي عزوز بعلان، فهمني بارك الله فيه، وعمل لي جواب نعم توري الكاميرا مني. اي اي تنشوفوه. اي اي فهمني يشكر فيا معاك وسيم. اي فهمني فما جمله نحب نقولها. اي سعادة سفير الجزائر. الجزائر. أي, 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 اي ان هذا العمل الادبي الممتاز الذي احداثه في حقيبة مفصلية من تاريخ الجزائر يسدد ما يختلج في أعماق الشعب التونسي على وجه الخصوص من وجدان وحنين لماضينا المجيد والذي طبعته على الدوام روح الأخوة والتضامن من البلدين. ديجا أنا بكتاب جي كونتريبيي معناتها باش نخرب بين وتوا نحكيو بعد على الجزائر كي نحكيو على لامين. شكون لامين؟ لامين قلال. أنا من عائلة محترمة. أي. ماناش ولد لصم، أنا لابتيت بورجوازي. أي. فهمني؟ وهاكا في الشجرة بتاعي في الكتاب. أي. 5 سيكل أون ريال، من شوي تونيزوا، دوبوي حطيت. أي. جد جد جد، فهمني؟ أي. دونك عشنا معناتها بابا كان رئيس المصلحة في وقت الاستعمار. أي. في إدارة المال، وعشنا معناتها محافظين. أي. انا بابا ينعرف جامع زيتونه يضات المال في الدار عمد لي الخيط ولا القران معناتها عشنا اسلام. اي اي بعد الصدقيه والى اخره وانا مغروم ياسر بالرياضه كنت. اي فوالا. وهذايا كانت تختلف مع بابا كان معناتها وزهري ومن زهري وشكون خويا كان. اي الاستاذ العظيم الكبير زهير القلال. اي دكتور حكيم. اي اي الله يرحمه. اي الله يرحمه. اي انا معناتها عندي يمكن يمشيوا للمكتب بابا يقول لي اوتون دانتيليجونس كو دو باريس وزهير خويا قراي توفاد بيت احنا انا ما نلقطش هو نفكر ايام ديما عنده انتيك يبدو هكا يقرا وانا سبور ولا بون فيفون. دونك 30 سنه في المجال الميدان الرياضي سيدي دخلت الرياضه فوالا من بعد دخلت استاذ رياضه. اي اي من استاذ رياضه عملت عام برك في العلويه ومن بعد بعثونا ليبيا عيطنا. أيوة. حمود المسعدي قال لنا راهو الليبيين استدعوا المصاري اول مره استدعوا شنا 7 شيوخ و3 هذا قبل قدافي وقتنا. اي اي الشعب الليبي وقتها شعب كريم شعب خارق العاده كان تعرف مسيس ومحلاه الشعب الليبي نعرفوا مخ احنا عائله واحده تقريبا وانا عشت والشعب الليبي انت عشت معاهم اكثر. اي اي في الكليه تاع بعد رجعت تونس في بيلباي ايكول دو كادر. اي من بعد خذيتها المكتب. اي ومشيت بها قصر عيد وليت مديرها. ومن بعد دخلت شيف دو سيرفيس دي سيكيس ناسيونال في شباب الرياضه. مع مودر بن عمار معناتها عندي تو دي ديسيبلين كونفوندو فهمني. كيف بعدها في الاطار هذا مشيت المكسيكو مع القامودي رئيس البعثه التونسيه. اي معناتها احسن ذكرى في حياتي عديت شهر في مكسيكو وزدنا 15 يوم بونيوس حلوزي على خاطر البلاد تاع المكسيك باش قبلوا لها القضيه بتاعهم قالوا لها يلزمكم تاخذوا توت لي ديليغاسيون باش خاطر لالتيتود باش نسافروا لالتيتود هما ياخذونا على حساب. فوالا دونك سيتي فابيلو. باهي سي لامين اخذينا فكره صغيره على تجربتك الرياضيه مشيت لا سامحني. اي اي شامبيون تونسي سوتر باختصار يعني باختصار شامبيون تونسي سوتر وفي ليكيب ناسيونال الباسكيت والهاند بول خاصه سيكسيون هاند بول ومن بعد معناتها وليت اونترنيور ليكيب ناسيونال ومعناتها كارير كبيره ياسر ما شاء الله. نمشي من بعد عالم الاصدارات نلقاو عندك اصدارات نلقاو ما في ابخي ما مور ما في مون اوفر ذوما الاصدارات اللي عندك ما كملتش باش نشكر
سي حكيم بن يدر اي بتاع كوما مدير كوما فوالا لاباتونت اللي تم تتويجها اي وصلت في الحاج قاسم الديريكتور جينيرال هو اللي حارس أي. ويعيش الكوما ويقف عليه وقفه هايله ياسر فهمني وسي عزيز البدني اللي عمل لي بريفاس تاع الكوما كانت قد من الكتاب لو تسمح لاباتونت سي لامين المتوج بجائزه الاكتشاف للروايه باللغه الفرنسيه مش قبل ولا هذه قبل خلينا نحكيوا على لاباتونت خاطر الوقت كلينا خلينا نحكيوا على الكتاب المتوج خاصه الكتاب المتوج هذا كما قلت لك وقتي مرضت بظهري بعد اللعب الكل هذا كل مرضت بظهري وليت نكتب بديت بالفيسبوك قال لي عندك كتابه باهي اخي عملت كتاب ذيك ما في ابخي مامبوغ وليت بعد ومن بعد عملت قلت من دام عندي امكانيات خلينا نعمل اون فيكسيون والفيكسيون سي با فاسيل خاطر واحد باش الناس يعرفوا يكتبوا اما باش تخلق حكايه من راسك وما تكونش هوميسيسي معناتها ماهيش ساهل فهمت ولهذا ستاندون دو ديو نشكر الحمد لله اي على عملت اشتغل الكتاب وما عادش عندي افكار جاني واحد في الليل قال لي قوم واعمل هكا هكا وهكا حشمت ما حبش نقول لاصحابي يقول لك بداوا يتمنكوا عليا اي ومن بعد مريم بالقاضي كو جو سالي لا غروند دام اللي تشجع في في الليتيراتور هذيك بارك الله فيها ايوا استدعت واحد قالت له علاش كتبت كتاب سميته الحلم قال خاطر عملته كل في الحلم باغ كونت انا عملت شتر مش في الحلم مش شتر بالحلم مش شتر في الحلم اي دونك وحكيت على 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 الجزائر قالوا لي علاش خذيت على خاطر انا ملي كنت صغير من عمري 18 سنه معناتها كنت نتعاطف ونشوف الظلم ونشوف القهر والعذاب تاع الجزائريين وانا نحب الجزائر عاد الجزائريين قد قد وانا قد قد كيف وعاد نحب كان يسمعوا فيا نحييهم برشا ونادي لهم الكتاب هذا بتاعي وتوقعت انك تتحصل على الجائزه في مسابقتكم عاد نقول لك كيف بعد ما كتبت قلت شنو باش نعمل نعمل الكتاب وكتبت على عائشه كتبت على عائشه معناتها عائشه هذه سي اون بيرجير في جبل وجي ميليتير يطلع في كل باش السونغلي استاد اي اي ولده حب قلت بون فوا توا الجزائر حكاو على الحرب وعلى ما حكاوش على الكوتي هيومان كوتي بسيكولوجيك وانا اون تونك بسيكولوج ليكاتور عملت ان امو اونتر عائشه اي ولد الكابيتان اي ما يصيرش مش مشكل اي احنا خذينا الفكره بصفه عامه اي اي معناتها حب انا مو كورنيليا معناتها ما يجيش ولد ميليتير فريد فوالا ما يجيوش مع بعضهم من هذايا تمشيت خلقت حكايه كامله مجاهده جهدت وان شاء الله كي يقراوه اخواننا الجزائريين يردوها مع جميله بوحيدت معناتها نحب جميله بوحيد ومعها عايشه لابيرجيخ علاش علاش لي علاش لي معناتها خاطر مجاهده معناتها البراء كانت تقراوا الكتاب تشوفوا وش عملت وش تعبت وش قاومت معناتها وعمرها ما هبطت ايديها ومعناتها تبندت وعاشت وفات وفات فان بيوزو ما عملتش لا فان على جيبسيان اي 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 بوسخوت وشرحنا باش نقراوا سي لامين محلاه حتى الافيش محلاها هذه هي عائشه اللي عايشة. حكيت عليها هذه اي محلاه عاد على وحده انا قال يقول وقتي معناتها يا حاج قول سور ان نيواج انا طلعت وقت جاني البري هذا طلعت وتو ما عادش نجب ضابط بالفرحه ان شاء الله ديما فرحان اي علاش لا معناتها لاباتونت معناتها تو انا يقول لك هذا جاي يطلفح ندخله في الليتيراتور يجي يفك علاش لا بالعكس معناتها لا يا مون اموناج معناتها في عمري انا ونعمل فيكسيون وناخذ ان بري اي علاش لا علاش لا لا بالعكس علاش لا سيرتو كي تبدا حلمه وتخرج من الاعماق انا شو معناتها الحمد لله الموهبه ديما المشاكل بتاع معناتها نخدم ديما بعد مشاكل عملت الزيت وعملت الدجاج وعملت خلات بريفي من بعد ما خلاوش وقت باش خلينا الموهبه بتاعي نخدم مع سي لامين والعائله وولادك نعرفوا الكلهم في فرنسا وانت تقريبا قلت لي 5 سنين مش يجي على فرنسا كان تقدم تحيه هكا بطريقتك لولادك يتفرجوا فيك تويك تقول لهم شوف من بين كان نسميهم اي بيان سور سليم ولدي ليني ومرته ليتيسيا ولادو انيس ودريس اي وعندي ولدي ثاني انديس ولادو دو جمو نايل وانيس اي وعندي ولدي ثالث صغير عزيز عنده 3 بوبي سي لا كوكلوز دو لا فامي الكل نحبهم شبان اي صوفيا ليندا افريال هذوما ولاد معناتها وحب وقتي بعد 20 سنه
قبوا يحبوا يعملوا طلب بتاعي، قلت نموت اولادي دايرين بيا، وجاوا ستة شهور قبل الثوره. الله غالب من بعد قلت انا نشجع فيهم باش يرجعوا بعد ما صار، ما نحبش السياسه ما نعملهاش ما نحبهاش ما نحكيش عليها، اما تعرف صار انت ورجعوا لفرنسا دوك بعد عليا. ولهذا انا معناتها هاوكا الحمد لله في البيت هاوكا عندنا الفيسبوك نحكي كل شيء. وش نقول لك انا تو على ريحي، شو يقول لك هو احلى ما في الدنيا عندك. صحيح، هما ولادي، هما ذيك الدنيا وما فيها، هما ولادي، هما عيشتي، هما وربي يطول في عمرك وربي يفضلك. زاد بارونتيز تنس كلوب داري ثاني، خاطر وقت نجي عشت في التنس كلوب اي معناتها داري ثانيه، ومعناتها عباد خارقة هذيك عائلتي ثانية، ومعناتها نحب نشكرهم معناتها اي علاش يا سيدي نورتنا بوجودك، يعطيك الصحة وبركة الله فيك. خلينا نهدي لك انا هذايا ميساج ليك انت، سي تري جونتي، يعيشك. تفضل سي لامين، خلي عليك تفضل، يعطيك الصحة ونورتنا ويعيشك، نورتنا بوجودك، تحية ليك. وانا سعيدة جدا انك اليوم حاضر معنا، والف الف مبروك مرة أخرى على التتويج. شكرا لك. كتبي الأخوة ذي التصوير هذايا، اي فوالا هذاك الأولاني، اي هذاك الاولاني اقعد لامين، اي اي هذايا 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 تو اللي خرج لامين قال لي ما في فوالا قروه فيها. معناتها انا فم واحده في الفيسبوك، فم واحده في الفيسبوك تعبه، قلت اقرا كتابي تو تشوف لي انا ما في سيتي واحده. شكرا لك سي لامين، دي مونتاني روس، شكرا لك، هبطت يديا وديما نجاد كيما عايشه بدي شويه، وربي يفضلك وربي يطول في عمرك. شكرا لك سي لامين، يعطيك الصحه. اذا باش نواصل مع الفقرات المصوره، مطعم تتوين في باريزه، ثم نواصل مع ضيوفي، تفضل. كأي شاب تونسي يحب يطمح يسوق للبلاد متاعها بالمجهودات الذاتية والمجهودات الفردية لبلادنا، بعد واحد ما نجح وقد تقدم شوي في بلاد هنا في اوروبا وكل شيء، اوني دي زومباسادور معناتها سفراء نحبوا نروجوا لبلادنا بصوره مزيانه، صوره باهيه، نغيروا نظريه المواطن الاجنبي، نظره المواطن الاجنبي تجاه تونس بطريقتنا الخاصه. مطعم تطاوين، انا نجي من تطاوين، جاي من ولايه تطاوين اللي نحبها برشا، وحبيت نوري للاجنبي شنية تطاوين، نعرف ببلادي، نعرف معناتها بمنتوج بلادي. الفكره جتني حبيت نمثل نبرز تطاوين في هالمطعم هذايا، معناتها بكل الامكانيات الذاتيه، من صور، من لوحات فوتوغرافيه، من تابلوات اللي تبرز القصور الصحراويه، الاكلات التونسيه، كل ما هو يمثل التراث الصحراوي في المطعم هذايا. والحمد لله معناتها قاعدين نسوقوا للسياحه الصحراويه بطريقه بروفيسيونيل برشا، طريقه جيده الحمد لله، اللي جيده لحد الان عندنا ريكلاماسيون، والناس معناتها قاعده فرحانه بالمنتوج اللي نعرضه فيه، وان شاء الله ما نخيبوش بلادنا، سفراء ان شاء الله باذن الله نعطوا صوره باهيه لاي تونسي واي اجنبي معناتها يسمع على تطاوين، نعطوه صوره طيبه على البلاد. الأكلة التونسية متواجدة في أوروبا، الآن التقليدية متواجدة في تونس، لكن بإتقان قلة 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 برشا، بنكهة معناتها نتاع الجنوب خاصة صعيبة برشا. اعتمدنا على الإيكيب اللي معايا، الله يبارك فيهم ونوجه لهم التحية، لولاهم هما ما تقدمنا وما نجحنا. بصراحة معنا دي شيف معناتها من أحسن ما فما في اليوم، تقدمنا بهم مشكورين، والحمد لله ما قاعدين عندنا نوت باهيه في معناتها على الجانب هذايا. احنا تو عندنا مشروع معناتها تطاوين 2 وتطاوين 3 في فضاء اكبر، اعطيناه معناتها طابع اخر معناتها من النكهه نتاع الجنوب، جبنا فنانين من الجنوب باش يكونوا رسميا في الريستورون دي سواري،
الاورينتال معناتها بجانب بالطابع الصحراوي التونسي يوميا في معناتها بالليل بالفتره المسائيه رسميا فنانين شعبيين من تطاوين بحولها بيكونوا معنا باش يعطوا يروجوا اكثر للسياحه والمخزون والتراث التطاويني ان شاء الله. باهي بصراحة رستوران تطاوين معناتها أنا من أصيل من تقدبير الأحمر تطاوين كيف نجي للرستوران هنا نحس بروحي في البلاد تشوف تصاور كل شيء تحس بروحك معناتها كما في البلاد. صحيح يتشبه البلايص الكل أما الحاجة الزايدة على بتدخل على البلايص الكل اللي كاين كي تدخل الرستوران تطاوين كاينك مشيت لتطاوين كاينك تمشي في الصحراء في تطاوين كاينك في وسط الجمال في وسط الديار العربي القديمة نزيد عليها الماكلة كانك في تطاوين وبركونتر عندهم ترحاب كبير ولذة متاع ماكلة ما فما لقيتهاش في تونس كلها. مرحبا بكم مرة أخرى. إذن باش نواصل مع ضيوفي. موسم السياحة انطلق وكما نعرفوا في تونس السياحة برشا أنواع مش السياحة الشاطئية فقط برشا أنواع مع نتاع السياحة. اليوم باش نحكيو على السياحة الاستشفائية باش نحكيو على صالون هام جدا صار مؤخرا في دورته الأولى الصالون التونسي الليبي للسياحة الاستشفائية. أكثر تفاصيل مع ضيوفنا نورونا اليوم بوجودهم. حاضر معنا دكتور طارق المستيري مدير طبي بمصحة. أهلا وسهلا دكتور نورتنا مرحبا بك. كذلك رحب دكتور اسامه الساكت طبيب جراح ليبي اخصائي انف واذن. اهلا وسهلا استاذ مرحبا دكتور نورتنا بوجودك. مرحبا بك تحيه من خلالك لكل اشقائنا الليبيين اللي تابعوا فينا خارج حدود الوطن واللي موجودين في تونس زاده كيف كيف. مرحبا دكتور. دكتور طارق الصالون هذايا واهميته بالحق هو صالون مهم جدا هو في الدوره الاولى كنا نحكيوا عليه أكثر تبادل الخبرات شراكات مع السوق الليبية ناخذوا أكثر تفاصيل على الصالون هذا شنو اللي صار فيه أهم أهدافه شكون كانوا حاضرين من أطباء وضيوف تفضل كلمة لي. بارك الله فيك. هو دونك سي اون بروميير اديسيون معناتها أول مرة يصير مثلا المؤتمر هذا في والهدف نتاعو اشتراك ما بين القطاع الصحي التونسي والقطاع الصحي الليبي من النواحي الكل معناتها كانوا موجودين مصحات توانسة كانوا موجودين زادة دي زوم دافير معناتها الليبيان دي سوسيتي ليبيان دي سوسيتي زادة تونيزيان دونك دي زاكتور دو سونتي ان فان كونت معناتها كل ما هو مؤسسات يمثلوا صحة من كل بلاد فهمت فوالا. شنو اهم المواضيع اللي دارت كيفاش كانوا اكيد اللقاء كانك البي تو بي معناها كنتم معناها ولا موجودين اهم المواضيع اللي تم طرحها ناخذوا اكثر تفاصيل خاطر بالحق هو موضوع هام جدا سيغتو للسياحه سياحه في تونس ولا حتى في ليبيا ومن بعد نمشيو للقطاع الشان الليبي اكيد بالضبط. هو المطالب كانوا مشتركين معناتها من الطرفين يافي بليزيور دوموند دونك اوسي بيان من تونس كو من ليبيا. فما شكون مثلا معناتها مساحات من ليبيا معناتها انتريسي باش باغ اكزومبل اتباع توانسه يمشيو غادي زوار ولا مثلا باش تصير كولابوراسيون حتى في الخبره معناتها ان échange دونك بروفيسيونيل ما بيناتهم كيف بالنسبه للكلينيك تونيزيان كانوا فما حتى ممثلين من الاداره الجهويه فوالا باش نشوف كيفاش معناتها نعملوا دي كونفونسيون اون كولابوراسيون باش يصيروا اكثر لي زيشانج ما بين لي دو بوبل ان شاء الله. دكتور مرحبا بك. المساحات والا السياحه الاستشفائيه في ليبيا نتصور ضعيفه هكا ولا مازالت موجوده هذه تو في ليبيا الثقافه هذه والا قاعدين تخدموا عليها؟ ليبيا ما شاء الله بلد جميل وكبير برشا وتنجموا تخدموا السياحه في كل مجالاتها خاصه لما تكون السياحه الاستشفائيه ونعرفوا اللي فما علاقات كبيره ما بين تونس وليبيا في الميدان هذايا في الدومين هذا. بالضبط. هو
من اليوم امس واليوم الحقيقه كنا في الصالون هذا الطبي والتقينا بالاخوه هنا في تونس والاخوه في وزاره الصحه التونسيه. باهي الهدف كان تعزيز الافكار وتقنين الافكار اكثر. فكرنا وتكلمنا عليه كيف ننظموا مجيء المريض الليبي وكيف ممكن نستغل الوضع كسياحة مع علاج مع بعض، تسهيل الخدمات للمريض الليبي أن يلقى المصحات ويلقى الأطباء المطلوبين اللي هو رغبهم. هذه واحدة. في محاور أخرى تكلمنا عليها أن استخدام أطباء من تونس زوار لليبيا، وحتى هي نوع من السياحة الاستشفائية، حتى فرصة للأطباء زملائنا هنا في تونس يتعرفوا على الأماكن الليبية والسياحة غادي في ليبيا. الموضوع ده حقيقة أثار اهتمام الكثير في الصالون، وفي الحمد لله درنا بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات الإدارة الخدمات الطبية أو بعض المصحات، وصار اتفاقيات إن شاء الله يشرفونا زملائنا أطباء من تونس ويكونوا في استضافتنا كأطباء زوار في ليبيا. وإن شاء الله بإذن الله نشوفوا الإمات الجاية تمار الصالون هذا على أرض الواقع إن شاء الله. أي إن شاء الله. الشراكات اللي تم معناها الاتفاق عليها شنو مثلا المشاريع إن شاء الله المستقبلية شنو؟ المشاريع في المستقبل يكونوا مثلا فما دونك الأطباء زوار يمشيوا المساحات في ليبيا. أي معناتها كان يستحقوا مثلا العيادات، والا زاد المرضى الليبية اللي يستحقوا في اطار معين، فما مثلا عمليات ما ينجموش في المستشفى ولا في المصحه يعملوهم يجيو في تونس باش يسيروا العمليات ولا العيادات. شو اللي ينقص تو المساحات غادي دكتور في ليبيا، المساحات الخاصه ولا حتى الحكوميه، باش يسيروا النوع هذا من العمليات الكبيره؟ ليبيا ما شاء الله بلد كبير ورؤوس الاموال موجوده ويعني وتسهيل كل موجوده، شنو اللي ينقصها معناها؟ وحتى الكفاءات الطبيه موجوده زاده ما شاء الله غادي. هو اللي كلمتك رؤوس الاموال، ممكن الموضوع من 3 سنين او 4 بس التفتوا رؤوس الاموال للاستثمار في قطاع الصحه، وما كانش الاستثمار كبير من قبل. لما توا من 4 سنوات 3 سنوات لما بدات فيه مصحات خاصه تشتغل بكفاءه عاليه الحقيقه. أي. وبدات فيه تخصصات جديده ما كانتش مفعله كويس، وفي الامانه حتى اختلاط والتعاون مع دكاتره زوار من دول اخرى حقيقه. كان في تعاون مع دول مصر وفي الاردن، وحاليا نحاولوا ننشطوا التعاون مع الاطباء في دوله تونس، لان المريض الليبي الحقيقه يرتاح جدا للطبيب التونسي. فحبينا ان يكون في تعاون اكبر ان شاء الله مع الاخوه هنا في تونس. الحمد لله في استجابه كويسه، واحنا مستمرين في العمل معهم ان شاء الله. يعني الصالون هذا ان شاء الله نلقاوه في ليبيا، خاطر الصالون هذا باش يولي دوري سنوي، باش يولي في كل سنه ان شاء الله، باش نلقاوه ان شاء الله في ليبيا موجود الصالون باذن الله. هم بادين التحضير على اعتقد ممكن شهر فبراير الجاي ان شاء الله، شهر 2 ان شاء الله حيكون في صالون زيه في ليبيا، وان شاء الله كل صالون وكل حدث نطلع به بافكار جديده وتطبق على الارض باذن الله. دور وزاره السياحه وزاره الصحه موجود معاكم في الصالون هذا مشاركين؟ موجود اكيد، خاطر وزاره الصحه تخص بالطبيعه مثلا الوزاره العموميه والخاصه، دونك تشرف على المساحات زاده، وباش شافت معناتها شو الافكار اللي نجموا يصيروا ما بين معناتها المساحات الليبيه ومساحات التوانسه. اليوم ذولي النهار الاخراني في الصالون؟ اليوم النهار الاخراني بالضبط. شو بقى منه اليوم؟ اليوم اكثر عملوا ديزاتولي دي ورك شوب، دونك عملوا مقدمات وعملوا دي ورك شوب باش يصير يزيد ويقوي الاشتراك ما بين الشركات وما بين المصحات. السياحه الاستشفائيه في تونس تعرف اللي هي سياحه هامه هكا ولا؟ اكيد اكيد، وقاعدين نخدموا عليها برشا، وزاد الدور الطبيب عنده دور كبير زاد في تونس، واللي هي قاعده تستقطب معناها في نسبه باهيه من السياح في تونس ما شاء الله، معناها قاعدين نخدموا عليه في خدمه كبيره، قاعدين تتاملوا انها قاعده تقدم تخدموا عليها اكثر ان شاء الله. هو كما تعرف الكوفيد هو اللي وقف وعطل شويه اكزاكتومون، ولكن توا ان شاء الله معناتها باش نرجعوا
نشارك ونرجو نقويو معناتها الاشتراك ان شاء الله. اضافه ليبيا فماش فكره مع بلدان اخرى باش تتم مشاركاتها هكايا في المجال هذا؟ نجموا اكيد اكيد يقعد احنا مثلا نجموا مع الجزائر زاده مع ليبيا ذوما هما معناتها خاصه مع البلدان الشقيقه الكل نجموا نجموا اكيد ما عندناش قلق كما تعرف احنا التوانسه الحمد لله معناتها مفتوحين لي بروبوزيسيون باش نشاركوا ديما. دكتور اليوم اخر نهار شنو تتامل من ختام اللقاء هذايا وشنو ننتظروا ان شاء الله في الافاق سواء في تونس ولا في ليبيا؟ والله الحقيقه احنا مبدئيا شبه وصلنا لاتفاقات وانا سعيد جدا باليومين اللي قعدناه في تونس مع الاخوه وحتى كان معنا مندوب عن وزاره الصحه التونسيه الحقيقه وصلنا معهم لكلام جيد جدا في بدايات ممتازه ان شاء الله الليمات الجايه نكملوا باقي الخطوات اللي اتفقنا عليها والحقيقه زي ما قلت لكم التعاون الليبي التونسي من زمان كان في بالنا بس الحمد لله الخطوات الفعليه بدينا فيها السنه هذه ممكن وباذن الله كل لقاء حتنتج عليه نتائج افضل وافضل ان شاء الله. ان شاء الله. السياحه في ليبيا اليوم شنو احوالها؟ السياحه في ليبيا قبل تعودنا على ليبيا ما شاء الله يعني كنا زيارات متواصله ليبيا اليوم الوضع خلينا نحكيوا عليه شويه هكا. السياحه الحمد لله هي كانت كويسه جت فتره بسيطه جت فتره الامن كان فيها مش كويس او ماهوش جيد الان بدات ترجع السياحه في ليبيا بدا الامن افضل الحمد لله بدينا نشوفوا في وفود اجنبيه ما كانتش تخش ليبيا حقيقه لكن قاعده نسب بسيطه وكيف بادية تتعافى الحقيقه السياحه في ليبيا. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي موافقين. نختم معك دكتور خلينا نختم زاده بحاجه صغيره ما دام نستغل وجودك معنا. الكورونا ما زالت موجوده مازلت كان تقدم النصائح لو تسمح للناس اللي قاعده تشوفينا واللي سيبنا احنا تسيبنا على الاخر خاطر رجعنا نشوفوا في النسب مرتفعه شويه زاد بدات ترجع النسب. بالضبط لاحظنا الايامات اللي فاتوا عندنا تقريبا اسبوع العدد تاع الحالات تاع الكورونا رجعوا. وهذاك علاش ننصح العباد تو باش يرجعوا ياخذوا لي ميزور دو بروتيكسيون اللي مستانسين في العاده ناخذهم كونتر لو كوفيد اللي هو اول حاجه نرجعوا نلبسوا الماسك خاصه في مكان مغلق نخليوا الديستانساسيون سوسيال معناتها نحترموا الديستانس اقل حاجه متر ونص لما انسان يبدا عنده اعراض يمشي يعمل تيست سريع تاع الكوفيد اللي هو تو موفر في المكان الكل. خاطر الكورونا ما وفاتش الناس الكل يقولوا فات اللي هي ما وفاتش للاسف موجوده. تو عندنا نوفيل فاق اللي ان شاء الله بقدر ربي خفيفه اللي لاحظنا عليه لحد الان اكثرتهم الحالات خفيفه ولكن يلزمنا نحتاطوا خاصه على كيف سمعنا انه زاد حتى في مع حجاجنا فما اللي زاد مرضوا بالكورونا ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل واستحفظوا على ارواحكم وان شاء الله نطمنوا عليكم نسمعوا عليكم كان الخير وبربي كي تمشيوا وتسافروا تعملوا تيست بربي هزوا تيست صحيح ما تبدلوش في لي تيست راه هذايا باش ياثر سلبا عليك على صحتك وعلى صحه غيرك وغيرك وغيرك وانت ماشي معناها تحج بتربي يخليك معناها بكل امانه امشيوا ان شاء الله يا ربي حج مبرور للناس الكل وشكرا لكم نورتونا بوجودكم شكرا ليك دكتور تحيه ليك مره اخرى من خلالك لكل جاليتنا اللي في ليبيا واشقائنا اللي بينا احنا اكيد بلد واحد وان شاء الله نشوفوا السياحه الاستشفائيه متطوره في ليبيا علاش لا وتونس كيف كيف وبرشا شراكات اخرى احنا ان شاء الله قاعدين نقدموا بشويه نورتونا بوجودكم شكرا لكم شكرا لكم اعزائنا المشاهدين على حسن المتابعه والانتباه الاسبوع القادم تكون حلقه خاصه بالعيد ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بالف خير ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء